يتأهب العالم لركود اقتصادي عظيم ويعاني من تضخم مؤلم. الفقراء فقط هم من يتألمون ولا يشعر بهم أحد، أما رجال السلطة ففي واد آخر. نجيب ساويرس رجل الأعمال المعروف يطالب السلطة بقطع المرافق عن كل منزل لم يشرع في طلاء واجهة بيته، فالمنظر العام أزعجه لما قرر السير بسيارته الفارهة وسط المساكن لمؤاخذة الشعبية. غرد نجيب ساويرس ومعه آلاف من التعليقات التي طالته بالذم وبكونه أحد رجالات السلطة التي يسندها وقت الشدائد، وكأنما مشكلة البلاد في عدم طلاء واجهتها. ألم يعرف أن الأمر مطبق منذ أواخر العام 2019 عندما قررت الدولة بعدم إدخال المرافق في بعض الأماكن إن لم يستجب أهلها لقرارات المحافظة من طلاء الواجهات؟ عشرات الآلاف بل كل ملايين البيوت ما زالت إلى اليوم محتفظة بلونها الأحمر التقليدي. قررت السلطة فجأة أن تلونها ليعم الجمال أرجاء القرى والمدن وليأنس المواطنون بلون يجعلهم شغوفون بالحياة. هذا الشغف سينفقه المواطنون من جيوبهم وستبيع لهم شركة كذا التابعة لجهاز كذا. هذا الطلاء، هذا وقد حلف الشعب بالطلاء ما هو عامل أي حاجة. قولوا لهم أن الفقير ازداد فقرا وأن أساسيات الحياة باتت حلم يتمناه الجميع. قولوا لهم أن الأثرياء فقط هم من يأكلون البيض الذي بلغ سعره 90 جنيها والمرتب فيه كم؟ 90 جنيه بيه. قولوا لهم بأن الجمال الخارجي يلزمه جمال داخلي، والملايين من المنازل لم تغير طلاء بيتها منذ 50 عاما بسبب أن الرفاهيات تأتي ثانيا لا أولا. قولوا لهم إن فقه الأولويات عقيدة ثابتة عند جموع المصريين وأنه مصطلح عجزت السلطة عن فهمه سنين طويلة. ألا أنبئكم عن عاصمة إدارية شاسعة وممتدة قد كلفت الدولة مليارات كان الأولى بها تعليم وصحة وحياة آدمية وغيره؟ لكن وعلى الجانب الآخر، أليست المساكن الشعبية منظر يبعث على الاكتئاب؟ أليست أماكن تنفر العين والأفضل تطويرها لتكون مصر في مصاف الدول الراقية؟ بين هذا وذاك، لا نستطيع اعتماد رواية معينة إلا بكم، فقولوا لنا بالله عليكم، هل تؤيدون طلاء المنازل من الخارج وتركها تئن من الداخل؟ نشوف تصريحات نجيب ساويرس. وانا قلت لكم حكاية كده في الأول وقلت لكم إيه، ما يمكن الراجل اللي بيقول ادهنوا البيوت من بره عشان خاطر مصر يكون هو عايز برضه يستنفع من مصر، ومن مصر دي مش الدولة ولا النظام، لا من البلد، عشان هو عليه ضرائب كتير قوي للبلد. تعالوا نشوف كده الخبرين دول مع بعض. بص يا سيدي، ادي الحاج نجيب شريكي اهوت على حسابه الموثق بيقول لك ايه، ظاهرة عدم بياض العمارات من الخارج وهو مظهر سيء تنفرد به مصر، ففي كل دول العالم يمنع هذا، لن تنتهي الا بمنع توصيل الكهرباء والماء الا للعمارات التي تبيض واجهتها. طيب خايف على البلد يعني يا حاج نجيب؟ قصدك يعني ان المنظر العام مش حلو وخايف على البلد؟ طب بدل ما كنت تكتب البوست ده يا نجيب كنت عملت ايه؟ اقول لك انا يا نجيب وتاخد اللقطه. حلو، انا بتبرع بمش عارف كم مليار ولا كم مليون لدهان وطلاء المنازل الموجوده عشان مصر يبقى شكلها جميل وشكلها حلو، وهتاخد اللقطه يا ابو نجيب والدنيا تبقى حلوه وتمشي. انما انت بخيل يا نجيب وجلده وانا مش عارفك، ما احنا اشتغلنا مع بعض كتير يا نجيب، انا عارف انت جلده، انت جلده يا نجيب، انت الجنيه ده بتعبد الجنيه يا نجيب. انت هتقول لي كل اللي في الوسط عارفينك وعارفين انت بتتعامل مع الفلوس ازاي وبتطلع، رغم يا راجل المليارات اللي عندك. والسؤال الشهير اللي اتسال لك لما قال لك انت ثروتك كام، جاوبت اجابه الناس دلوقتي بتاخدها افيه، قصدك قلت للراجل ايه؟ قصدك قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ العداد بيعد، ربنا يبارك. ما عنديش خشب اقول لك تاتش وود وامسك الخشب، امسك الخشب على ايه يا عم؟ اللي بعده، عايز اقول لك بقى ليه نجيب قال كده. بص بقى يا معلم، هي دي الاجابه بقى اللي لازم المصريين يعرفوها. اخترقت شركه اوراسكوم كل مجالات الاستثمار والتخصصات الاقتصاديه
ووصل حجم استثماراتها في مصر إلى 900 مليون دولار منذ عام 1995، أي حوالي ملياري جنيه مصري في أنشطة محددة. قلت لي بقى زي إيه يا باشا؟ قال لك مثل مصنع للأسمدة ومصنعين للأسمنت. التالت ده بقى بيعمل إيه؟ للحديد والصلب، والأخير للإيه؟ للبويات. دول ملك الحاج نجيب، والمخازن بقت مليانة جوالين بويا ما حد بتتحركش. خلصنا المدن اللي بنيناها وعملنا واجهات الجونة وظبطنا الدنيا، وباقي عندنا في المخازن حاجات، واحنا عايزين زيادة، والبحر بيحب الزيادة. ده كلام نجيب، فعنده مصانع بويات، فمصر شكلها مش حلو. تعمل ايه يا عبد السلام؟ تعمل ايه يا عبد السلام؟ نجيب مقاول ونتفق مع الحاج نجيب ونعمل مناقصة وترسع الحاج نجيب وتغرق البلد بويات من قراصكم، والدنيا تبقى حلوة وتبقى زبادي خلاط، ونجيب يستنفع على قفا مين؟ على قفا الناس اللي نايمة من غير عشاء ومنيمة عيالها من غير عشاء، على قفا الناس اللي عمالة تكح تراب عيني وتلم من هنا وهنا عشان يقدر يبني البيت، ويا دوب يا دوب يمحروا من جوه ما بيبيضوش عشان ولاده يناموا، ها؟ ويبقى يفكر بقى في دهانه بعدين. انما نجيب مش عاجبه المنظر ده. ايه اللي ايه ده؟ ايه ياي؟ طوب احمر؟ مش ممكن. طوب احمر ايه ده؟ ايه ده؟ وشارع مش مرصوف وغلابه وناشين الحاجات في البلكونه؟ لا ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ بتروحوش الجونه ولا ايه؟ ما بتتعاملوش مع اوراسكم؟ ايه يا جماعه؟ شغلوا دماغكم شويه وشخللوا عشان تعدوا، عشان يدخل لكم كهرباء وميه وغاز، لازم تبيضوا البيوت من بره. هو ده قصد نجيب ساويرس من الليله دي كلها، عشان محدش يحتار في الاجابه على السؤال.